حضراتكم بجدول تصنيف بعد طبعا ما انتهت ماتشات دور 32. هنتكلم على ال 16 فريق اللي تأهلوا لدور المجموعات والتقسيمات او التصنيفات اللي اقرها الاتحاد الافريقي، والاهلي طبعا في صدارة المشهد. الاهلي هو نمره واحد على مستوى الانديه الافريقيه برصيد اعتقد 78 نقطه، وبفارق 7 نقاط عن الترجي اللي بيجي الثاني من حيث التصنيف. فبالتالي التصنيف اللي ظهر قدام حضراتكم هو التصنيف النهائي. فرق المستوى الاول لا ليها علاقه ببطل افريقيا السنه اللي فاتت ولا ليها علاقه ببطل الدوري السنه اللي فاتت برضه، عشان تبقى الامور واضحه ونشرحها بدري بدري. ليها علاقه بمشاركات الانديه ونتائجها في المسابقات الافريقيه في اخر السنوات، والاهلي طبعا يمكن انجح الانديه الافريقيه تتويجا او وصولا للمباراه النهائيه. ففي التصنيف الاول بيجي الاهلي والترجي والوداد والرجاء، وبكده مفيش مواجهه في دور المجموعات بين الفرق دي. بعد كده التصنيف الثاني بيجي فيه سان داونز بترو، سان داونز الجنوب افريقي طبعا، بترو اتلتيكو الانجولي، هوراي كوناكري الغيني، والزمالك المصري. التصنيف الثالث سيمبا التنزاني، الهلال السوداني، شباب لوزداد وشبيبه القبائل من الجزائر. والتصنيف الرابع القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فايبرز الاوغندي، وفيتا كلوب الكونغولي. ده شكل التصنيف لو بنقراه مع بعض او بنحاول ان احنا نتوقع. فاعتقد يعني اعتقد انه السيناريو الافضل، او لا مش الافضل، هو السيناريو الاسهل نسبيا يعني، ولو ان طبعا الكره ما فيهاش يعني قياسات تقدر تقول عليها مجموعه اسهل من مجموعه، لكن خلينا نقول انه المواجهات الانسب او الابسط في دور المجموعات بالنسبه لنا تكون الاهلي معاه هوراي كوناكري من غينيا، معاه الهلال السوداني، ومعاه فايبرز الاوغندي. ده ممكن يكون شكل الموضوع المجموعه الأبسط أو الأسهل نسبياً مقارنة بتركيبة تانية ممكن تكون الأصعب، وهي الأهلي معاه سان داونز في نفس المجموعة، معاه شبيبة القبائل أو شباب بلوزداد، بعتقد أن الفرقتين قريبين قوي من بعض، ويكون معاهم المريخ السوداني. المجموعة دي ممكن تكون التركيبة الأصعب. الأمتع أنه الأهلي والزمالك يجوا في مجموعة واحدة، وهتبقى الأريح كمان لأنه طبعاً هتقلل فكرة السفر، لأن هيبقى في ماتشين بيتلعبوا هنا في القاهرة، وبالتالي هتبقى أريح أو أنسب من ناحية وأمتع طبعا بالنسبة للجماهير، إنه الأهلي يقابل الزمالك في بطولة أفريقيا بتبقى قصة تانية، والتاسعة طبعا ذكرياتها حاضرة معانا.